تعالوا نشوف الصحف الإسبانية علقت على فوز رودري بجوائز الكرة الذهبية طبعا لفئتي الرجال وكمان السيدات، وقالوا إيه؟ كتبت صحيفة أس إسبانيا صنعت الذهب، وقالت صحيفة أس: لاعب خط الوسط الإسباني يلامس سماء باريس ويحصد الجائزة الثانية لإسبانيا خلفا للويس سواريز في عام 1960. طبعا احنا هنا ما بنتكلمش على لويس سواريز اللي كان بيلعب في برشلونة واتلتيكو مدريد، بس عشان الناس تبقى عارفة، لا احنا بنتكلم على لويس سواريز، طبعا بنتكلم عن 1960. اما صحيفة ماركا فقالت: لقد جاء الوقت المنتظر، وكتبت ماركا: من رودريجو هرنانديز الى رودري، طفرة اللاعب الشامل الذي اعاد الذهب الى اسبانيا يستلم راية الكرة الذهبية بعد 64 عام من حصد لويس سواريز للجائزة وتكريما لتشافي وانيستا وراؤول.